السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم من جديد. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. في هذا الفيديو نقدم لكم وصفة شوربة أو حساء السمك بالخضار. هذه الوصفة فهي اقتصادية بسيطة جدا، ما تحتاج لأنواع غالية من السمك. ممكن تستعملوا أي نوع من الأسماك المتوفر عندكم، والمذاق رهيب جدا. بالنسبة للمكونات أو المقادير، محتاجين سمك الكمية حسب الذوق وأي نوع من الأسماك متوفر عندكم، ملعقتين من خليط ما بين البقدونس والقزبر، شعرية صينية، ملح حسب الذوق، ملعقة صغيرة من الزنجبيل، فلفل أحمر ملون غذائي أصفر، الكمون، ورقة سيدنا موسى، القليل من الزعتر، الفلفل الحار. انا ما كان متوفر عندي الفلفل الاسود فوضعت مكانه فلفل حار، ملعقة صغيرة من معجون الطماطم. بالنسبة للخضار، محتاجين بصل مقطع، استعملت حبتين من البصل، الكوسة استعملت 4 حبات من الكوسة مقطعة قطعات، الجزر استعملت تقريبا 5 إلى 6 حبات من الجزر، البطاطس استعملت 4. كل هذه الخضار فهي مقطعة قطع كبيرة. بالنسبة للطريقة، ناخد ما نسميه احنا في المغرب الكسكاس، واللي هو آنية من الحديد نستعملها للطبخ بالبخار. كتكون من جزئين، ناخد جزء السفلي أو ما يسمى بالبرمة، نوضع فيها القليل من زيت الزيتون، نسيت ما ذكرته في المكونات، نوضع البصل، البطاطس، الجزر والكوسة، يعني جميع الخضار اللي استعملنا. أنا استعملت فقط الخضار المتوفر عندي حاليا، ممكن تضيفوا خضار أخرى. نضيف البقدونس، القزبر وباقي المكونات اللي سبق لي ذكرتهم وكتلاحظوها أيضا في الفيديو. نحركهم جيدا ثم نضيف الماء، الماء الكافي لتغطية السمك. ممكن تضيفوا الماء دافئ وممكن الماء بارد. قبل ما نوضع الخضار فوق النار، ناخذ الجزء الثاني من هذه الآنية او ما يسمى بالكسكاس، ثم نوضع فيه السمك مباشرة. هذه الطريقة فهي اقتصادية، تطبخي مكونين في نفس الوقت، وفي نفس الوقت السمك يطهى بالبخار المتصاعد من الخضار، يعني يستفيد هو ايضا من هذه الروائح او النكهات. نوضع الكل فوق النار ونغطيه. السمك فهو أصبح جاهز، السمك يطهى بسرعة جدا. ناخد السمك نقوم بتفتيته، ننتبه من وجود بعض الأشواك، ونقوم أيضا بإزالة القشور أو الجلد، جلد ممكن نسميه جلد السمك. ناخد الشعرية الصينية نوضعها في الماء الساخن، نغطيها ونخليها على جنب. في هذه الأثناء الخضر فهي ما زالت فوق النار، نقوم بأخذ الشعرية الصينية ونقطعها بالمقص ونخليها على جنب، نصفيها ونخليها على جنب. الخضر أصبحت ناضجة وجاهزة. ناخذ الخلاط الكهربائي ونطحنها جيدا بجميع المكونات. هذا هو الشكل النهائي الخليط. الآن نضيف قطع السمك ونضيف أيضا الشعرية. بالنسبة للشعرية، من الأحسن ما تستعملوها. أنا سبق لي وجربت هذا الحساء بدون شعرية، رائع جدا. هذه المرة اللي صورته قلت نضيف الشعرية لأنها دائما كترافق الأسماك، ولكن المذاق ما عجبني المذاق، يعني من الأحسن تجنبوها. فأنا فقط أنني صورتها فوضعتها لكم في الفيديو. ما عدا لو كنتوا تحبوا مذاق الشعرية ممكن تضيفوها. هذا هو الشكل النهائي الحساء السمك. أتمنى تجربوا هذه الوصفة، صدقوني فهو سهل سهل جدا. نزينه بالقليل من الزعتر ونقدموه بالصحة والراحة. مع السلامة.